انت السبب يا هلالي، انت السبب. ابن خايب وهيفضل طول عمره خايب. وانا مالي؟ هو انا اللي قلت له سيب الشغل؟ كام سنه دلوقتي على دي الحال؟ حاله مالي وعوج. يا بني ادم لازم يشتغل، لازم تكون شديد معاه. شديد ايه بس؟ هو انا يا اخي ناقصك عشان تسد نفسي طول ما انت قاعد؟ يا اخي هون شويه. هويك؟ طب انا قاعد لك بقى. قاعد بقى عشان تنكد عليا وتوقف حالي؟ انا وحالك؟ يا بني ادم في حد بيهوب على المحل هنا الا وانا موجود على وشي يا ناكر الجميل؟ يا اخويا خد جمايلك وبرع على الناس واهتني لوجه الله. يعني ارحمونا بقى وخلصونا. اما انت بني ادم بقيت مارش فيك، انت راجل غبي. حسابه بتقل ابو علي، قفل على 20 جنيه. بقول لك حسابه بتقل، والايام دي الحاله ماشيه بالعافيه. ايوه، مباحث امن الدوله. مين انت في مباحث امن الدوله؟ انا عايز اي حد من كبار المسؤولين عندكم. انت هتاخد وتدي معايا في الكلام؟ وصلني باي حد من كبار المسؤولين، والا انا هحملك المسؤوليه كامله. معاك المقدم معتصم القلب. ايوه، مين معايا؟ انا اسمي حسن بهلول. ايوه بهلول، وعندي معلومات خطيره تهم الامن، وهي المعلومات الخطيره تتقال في التليفون برضه يا فندم. ده انا بتكلم من قهوه. ايوه فندم، من قهوه. والمعلم بتاعها حشري ومطرطق ودانه وبتنشى على اي كلمه يسمعها. لا يا فندم، انا ما اقدرش اجي لوحدي، المواصلات زحمه زي ما حضرتك عارف. يا ريت تبعتوا لي عربيه. لا يا فندم بلاش البوكس، يا ريت عربيه ملاكي احسن. العنوان قهوه فتوح مولات على ناصر حرب برغوت. يا فندم برغوت، برغوت. طب يا فندم مع السلامه. بوري، ازيك يا ميمي؟ حسن بهنسي بهلول مع معاملته برفق. انت مالك ماشي بسرعه كده ليه؟ سرعه التواجد مطلوبه. يا ابن الحلال فهمني ايه الحكايه؟ احنا برضو ولاد حته واحده. دي مسائل كبيره يا معلم، خليك في حالك. روق القهوه نظفها، ولو عندك زبون شيل ممنوعات وزعه. تعرف طبعا الحكومه جايه. يا ابني يا حبيبي انا قلبي عليك. وانت لو قلبك عليا كنت تقول الحساب تقل؟ لو قلبك عليا بصحيح ما كنتش تجيب ست الحساب دي خالص. مين فيكم اسمه حسن بهلول؟ في حد هنا اسمه حسن بهلول؟ ما اعرفش. مين فيكم هنا اسمه حسن بهلول؟ انا حسن بهلول. هو حضراتكم؟ ايوه احنا. ولحقتوا توصلوا بسرعه ازاي في الزحمه دي؟ طبعا انتوا الاشراف بتاعكم خضر على طول. اتفضل معانا كده على طول من غير ما تشربوا شاي ولا تشدوا واحد بوري. يلا بسرعه احنا مستعجلين. طيب السلام عليكم يا معلم. السلام عليكم يا رجاله. السلام عليكم. اتفضلوا. طب ما حدش عايز يوصل لابو تاتا المنيب، احنا معانا عربيه.
اتفضل اتفضل حضرتك وين الحكاية؟ دي حسن مسكوب أمن الدولة، دي حسن مسكوب أمن الدولة. محروس محروس، وبتوع أمن الدولة خدوه ليه يا محروس؟ هما ما خدوهوش، ده هو اللي بعت جابهم عشان ياخدوه، تلاقيه عمل حاجة وبلغ عن نفسه، ما أنت عارفاه. ما تتكلم كلام عاقل. ما تعرفيش إيه الحكاية يا هناء؟ أنا زي زيكم، شطر كله معايا. بقول لك يا ست هنا، ما تنزلي تشوفي له واسطه ولا شدي له محامي. ممكن ولع لو سمحت. لو سمحت يعني. يا فضيل يا فضيل خد يا فضيل اتكلم. ولع فضيل ولع فضيل هداك على فضيل. مين اللي بولع فضيل ده؟ تفضل تفضل. سعيد انا. تعرفش مين عفضيل؟ سعيد. انت يا حيوان! انت! اتكلم! انا شايفكم مسؤولين. ابقى اجي وقت تاني. ايه بقى الاخبار الخطيره اللي عندك يا اخ حسن؟ حضرتك عارف مصنع البلاستيك اللي في الطريق الصحراوي عند كيلو 38؟ ايوه عارف. بكره الساعه 10:30 المصنع ده هيولع، النار هتشعل فيه. ومين بقى اللي هيولع يا اخ حسن؟ والله انا اللي اعرفه انه هيولع.
انما مين بقى دي مهمة حضراتكم. سلام عليكم. استنى. عرفت ازاي ان المصنع هيولد؟ بلاش السؤال ده لاني مش هجاوب عليه. انا عرفت وتأكدت وخلاص، ومستعد اتحمل عقوبة البلاغ الكاذب وازعاج السلطات. لكن تسألني عرفت ازاي وقت حضرتك هيضيع وجهاز المصنع يتحرق واحنا لسه هنا قاعدين؟ واضح انك متعلم يا استاذ حسن. بكالوريوس تجارة. الوظيفة؟ عاطل. وعاطل ليه يا حسن؟ زي ناس كتير غيري. اصلا كنت كمان اشتغلت كام شغلانه كده وبعدين سبتهم، او بمعنى صح هم سابوني. كنت دايما اتخانق مع الرؤساء. ده انت مشاغب بقى. ده كان زمان في المدرسه. انما دلوقتي ومصلحتك ايه تبلغ الحريق؟ مصلحتي ايه؟ لما المصنع هيتحرق عدد العاطلين اللي زي حزيت 40 50 مليون جنيه هتاكلهم النار. شوف بقى المبلغ ده يفتح كام بيت والمدة قد ايه. وجاي حضرتك تقول لي مصلحتك ايه؟ يعني قلبك على مصلحة البلد. بالظبط كده. عرفت ازاي ان المصنع هيتحرق؟ لو قلت لك مش هتصدقني. قول وانا هصدقك. مش هتصدقني. جرب مش هتخسر حاجة. عرفت ازاي ان المصنع هيتحرق؟ في الحلم. شفت في الحلم ان المصنع هيتحرق بكرة الساعة 10:30 بالليل. 10:30 بالظبط. ايوه يا فندم. حاضر يا فندم. ده انت سواري بقى يا ابو علي. قضية تسعيرة. وبتبيع ايه؟ انا العمر بعت ولا اشتريت. والدي اصله عنده دكان حلاقة صغير كده محنق، حتى الزبون يبقى جوه قفاه بره لمؤاخذه. اتنين زباين محترمين بعد ما حلقوا وتوضوا قالوا له انت مش حاطط التسعيره ليه؟ اتضح انهم مباحث تموين. الحقيقه ابويا صعب عليا، شلت انا القضيه بداله. تصرف بني ادم شهم واصيل. الله يحفظك يا سعاده البين، الله يحفظك. يا ترى في حاجه تانية غير قضيه التسعيره؟ لا مفيش حاجه. الشعة سليمة الحمد لله. لا اخوان ولا شيوعي ولا متطرف ولا مزعل حزب الاغلبية في حاجة؟ لا مفيش حاجة مني خالص. ابيض. وزي الفل. طبعا الحمد لله. طب ممكن بقى اتكل على الله واروح انا؟ مع السلامة انت يا حسن. ممكن بعد اذنك العربية توصلني؟ للاسف راحت مشوار. خلاص اخد الاتوبيس. السلام عليكم. معلش امي مش فوق عشان كده مش قادر اقول لك اطلع شوي. ده احسن حاجه ان امك مش فوق. احسن حاجه ان امك مش فوق. وانا عايزين امك نعمل بيها ايه؟ دول انا اكل. حسن انت راجع من قبل الدواء دماغك بتلف ولا ايه؟ حلو بتلف كده. يخليك تجيبي عيل وامك ساعتها هتجوزك ليه غصب عني. ها.
يا نهاركم اسود، انتوا بتعملوا ايه؟ وكل واحد فرحه وجاي يقول لي نعمل ايه؟ بنعمل ايه؟ نعمل زي ما بتعمل انت كمان. بتعمل ايه يا عين؟ نعمل بنصلح. صلح ايه؟ بنصلح كهربا برضه. كهربا ايه؟ كهربا بتاعت الكهربا. كونين عليكم وعلى ايامكم الصدى وزمانكم الاكبر. على فكره انت راجع مش مظبوط، هم ضربوك على دماغك ولا ايه؟ تيجي نتكلم جد؟ يا ريت يا حسن. احنا نفسخ الخطوط. انا ما ينفعش ليك صدقيني. إذا كان على 150 جنيه بتوع الشبكة أنا كنت بيها عندك 20 مرة. أنا أصلا ما ينفعش ليكي. أنت معايا هتبقى زي البيت الواقف. صحيح. لازم اي حد يحس بوجودنا هنا. اطمن يا فندم مفيش اي شوشره. خميس وحاج يا عم احنا مالنا. العب العب. كده من الاول ناس زباله. مين الشاب ده يا فوزي؟ باين عليه من اهل العريس، ده باين عليهم من الزباله، باين عليهم كده.
بهنسي. حسن؟ ده كله عشان حسن؟ معرفش. فين حسن يا عم بهنسي؟ معرفش. ازاي تبقى ابوه ما تعرفش هو فين؟ لا مؤاخذة حضرتك عندك أولاد؟ لا. لا مؤاخذة حضرتك عندك أب؟ أيوة. لا مؤاخذة أبوك يعرف ابنه فين دلوقتي؟ أوه لا. خلاص لما أبوك يعرف ابنه فين أنا كمان أعرف ابنه فين. يا باشا أنا شايفه بعيني خارج من الحارة، لابس ومتأنتج زي عادته كل ليلة خميس وليلة حد. بيروح فين كل ليلة خميس وحد؟ الله أعلم يا باشا. وبيروح الساعة كام؟ مفيش حد بيشوفه وهو راجع، بس أكيد بيرجع لما القهوة تشطب وكل واحد يروح لحاله. اعملوا حسابكم ان اي محاوله للتضليل هتدفعوا ثمنها غالي. يا باشا ربنا يكفينا شر الضلال. احنا نعرف كل حاجه عن حسن الا حكايه خروجه كل ليله خميس وليله حد لابس ومتانتك. كل ليله خميس وحد لابس ومتانتك. لابس ومتانتك. متانتك ولابس. لابس ومتانتك. ولابس لابس ومتأنتك. معتصم معتصم انت معايا يا معتصم؟ ومتأنتك. هو مين ده يا معتصم اللي لابس ومتأنتك؟ الهدف لابس ومتأنتك يا فندم. قصدي اقول الشخص المطلوب يا فندم. جرى يا معتصم؟ انت لسه ما جبتوش؟ ربنا يسهل ان شاء الله يا فندم. ده لسه سيادة؟ ايوه عارف عارف معالي الوزير لسه قافل مع سيادتك. انا مش هرجع الادارة الا هو معايا يا فندم. لابس ومتنتج متنتج ولابس. استاذ استاذ يا استاذ. نعم يعني نعم يا حبيبي. الصبر طيب طيب الصبر طيب. ما حدش بياكل اكتر من بطنه. خامس فرح نخش وندور عليك فيه يا حسن. ما تاخد حاجه تبري نفسك بيها على مؤاسف. احنا عايزينك بسرعه يا حسن ومن غير ما نعمل شوشره. بس بعد ما تعشى. ثانيه واحده ثانيه واحده. وانت بقى تبع اهل العروسة ولا تبع اهل العريس؟ انا تبع المأذون. انا اصلي غاوي افراح. احب اجي الفرح من دول ابري نفسي بشوية اكل على مزاجك كده. تعرف الطبق ده؟ لا انا ولا انت ولا الاكبر منك نقدر على تمن. ده لسه الحلو بقى كمان. غير الانس والفرفشة. مصنع البلاستيك اتحرق يا حسن. اهو ده اللي كنت خايف منه. ليه ما شفتوش شغله كويس؟ أنا قلت لكم المصنع هيتحرق، ده إهمال، إهمال كثيف. وبعدين أنا ناقص تعاكم عليا فيلة مفترقة زي دي؟ يا ما قلت له المصنع ده هيتحرق. رحت له لغاية عنده، قلت له الساعة 10 ونص المصنع هيتحرق. مفيش فايدة يا جدع. هي أنا دايم زي ما قلت لك. خلصت يا حسن؟ خلصت يا سيدي، مفيش داعي للحلم. ده حاجة تقرف. اتفضل. على إذنكم. إيه؟ أوعى تقول لي حلم تاني. أنت تنسى حكاية الحلم دي خالص. أمال أقول إيه؟ تقول الحقيقة. ماشي. الحقيقة إنه حلم. حسن. حسن. أنت قاعد على القهوة، سمعت ناس بتتكلم. قول لي أساميهم، ما تخافش. طب بلاش. مش عارف أساميهم، أوصف. القهوة ما حصلش فيها حاجة. يبقى في صالون الحلاقة بتاع والدك. زبون طرطش كلام وقال. بقول لحضرتك ايه؟ انت كده بتضيع وقتك معايا. ما تدوروا احسن على الناس اللي حرقوا المصنع قبل ما يهربوا. وانت فاهم ان احنا قاعدين ساكتين؟ ده في فرقه بحالها ورا الموضوع ده. وانا واحد منهم. وانا بقى اللي طلعت من حظك ها؟ ده من حسن حظي. طيب حس كده بقى انا هقول لك على كل حاجه بصراحه.
وانا بقى مستني اللحظه دي من زمان. وانا في الفرح شربت كاسين، بعد الكاسين خدت حتتين لحمه، دخل عليهم صدر رومي مع شويه رز بالخلطه. طبعا تقلت، وانا لما بتقل مبقاش عندي استعداد اكلم مع حد، ببقى عايز انام. فندم خد حسن بيه عشان عايز ينام. الله، هو انا هنام عندكم؟ امال انت فاكر انك هتنام في لوكاندا؟ يا خليل فندم، حسن بيه في اي بي، خمس نجوم يعني، فاهم؟ فاهم يا فندم، معايا محترف. طيب ما بلاش الفي اي بي دي ونخليها الف عين اهي، انا مع الكنبه هنا. ازاي بقى؟ احنا لازم نكرم ضيوفنا. يلا خليل. طيب ثانيه واحده خليل بقى، قدام في اي بي عشان انا تعبان. دراعك ده كده امسك خليل. ايوه كده خليل، اوطى خليل شويه. اهو جرع خليل. يلا بينا. مالك يا خليل؟ تفكر في ايه؟ قولك للحقيقة فيه سبع فوائد. أولا، ترضي الله والرسول لأن الرجل الصادق يدخل الجنة والكاذب يدخل النار. ثانيا، تخدم وطنك وتمنع عنه كيد الأعداء والطامعين فيه. ثالثا، تحمي نفسك من بعض الإهانات التي قد نلجأ إليها مضطرين. يا حسن. سمعت انه متورط في قضية كبيرة. يابا الحكاية أكبر من كده. أنا سمعت من مصدر موثوق بيه إنه عامل تنظيم. الحكاية غير كده خالص، أصله هدد واحد من مباحث أمن الدولة ولخبط معاه في الكلام، والظاهر كده إنه طلب إنه نشغلوه. قالوا له إحنا مالنا؟ أهو هيتربى وخلاص. أنا بقول نعمل معاه واجب. أي حد هيسأل على حسن هيشرف معاه. حاكم الجماعة بتوع المباحث دول عاملين زي مصيدة الناموس، اللي يقرب منهم لازم يتلدع. بقول لكم ايه؟ ادعوا له ان ربنا يفك شيخنا احسن. صباح الخير يا انسة هناء. احنا من مباحث امن الدولة. اهلا وسهلا. خطيبك حسن بهلول عندنا. طب وانا هعمل ايه؟ إذا كنت تحبي تشوفيه إحنا ما عندناش مانع. لا ما عنديش مانع. تفضل. تمام يا فندم. إيه اللي جابك هنا؟ عايزين منك إيه؟ دي بره الموضوع خالص، بلاش دعوه باي حاجه. انا دلوقتي بس صدقت كل كلمه بتتقال عليكم. انا عايز النيابه، عايز لجنه دفاع عن الحريات، انا عايز ابعت الاعراف رئيس الجمهوريه، انا عايز سم اشربه قبل ما اشوفها هي بتتعرى قدام عينيا. يا حبيبي يا حسن، قد كده بتحبني؟ بحبك ده ايه؟ ده وقت حب؟ ده دي داخله على مشرحه.
نسى هناء، ممكن حضرتك تروحي دلوقتي، احنا مش محتاجين لك في اي حاجه. نعم. على هنا الكلام ده؟ طب ما هي هتطلع من هنا تخش اوضه تانيه. يبقى افتح الشباك وبص عليها في الشارع، هتلاقيها ماشيه بكامل حريتها. انسه هناء، حضرتك جيتي هنا مكرهه ولا بارادتك؟ بارادتي يا حسن، عشان كنت عايزه اطمن عليك. بذمتك مش مكسوف من نفسك؟ الانسه طلبت انها تشوفك علشان تطمن عليك. انا هسيبكم مع بعض شويه. هتعملي لي فيها سين وجيم؟ مش كفايه سياده المقدم اللي عامل لي فيها جيمس بوند؟ اه والله حطيت له مسدس عامل فيه جيمس بوند وهو عامل نفسه ذكي، هو لا بيفهم حاجه على قده. خليك حلو. ما ايه في ايه؟ في كل خير. انت هتعمل ايه؟ عامل اللي نفسي ونفسك نعمله من زمان. احنا في أأمن حتة في البلد، نحن في أمن الدولة. لو كان عندي عربية كنا رحنا المطار. لو جيت عندنا البيت وضحتك هتبقى بدلاجل، لو جيت عندكم البيت أمك هتبقى قاعدة زي قرد قطع. خلاص بقى يا حسن، كفاية كفاية. دي فرصة مش هتتعوض. حسن حتى يدخل. ايه ده؟ بقى هي دي اللي انتوا جايبينها عشان تستدرجوا في الكلام؟ اما هي بتستدرج اهي. وقفوا التسجيل وبلاش كلام فارغ. يا فندم، ما هو ممكن يتكلم بعد اللي بيحصل ده. اللي بعد كده لا يمكن يبقى كلام. وقفوا التسجيل. ولا انتوا عايزين تتفرجوا؟ حاضر حاضر يا على الحرق والمصنع يا حسن. الله هايل. نروح احنا بقى؟ لا، انت هتأنسنا شويه. الأنسة ممكن تروح. عندك اقوال تانية يا فرج؟ لا يا فندم. طيب امضي على اقوالك لو سمحت. نشكركم سيداتي أنساتي سادتي، وننتهي بغلق التحقيق في قضية حريق المصنع. التلفزيون بيصور. اي استجواب عندنا بيتم بالصوت والصوره،
علشان ما حدش يخرج يقول ان انا اتعذبت او اعترفت تحت الاكراه. طب ما هو ممكن المتهم يخش اي اوضه ياخد الطريحه المظبوط ويخرج يعمل مكياج ويقف قدام الكاميرا عامل كده. في بعد كده نيابه يا حسن، ولا انت فاكر الحكايه جهجهون؟ نيابه. حرقت المصنع ليا كفره، ده في ناس كتير بتاكل عيش من وراه. احنا قلنا كل حاجه في التحقيق. يعني اعترفته نصيب بقى. اسمك ايه؟ فرج ابو زيد. مين؟ فرج ابو زيد. وانت اسمك ايه؟ شربيني ابو خطوه. شربيني مين؟ ابو خطوه. الاثنين دول اعترفوا بحرق المصنع؟ ايوه. وصورتوا الاعتراف؟ والشريط موجود. انتوا صورتوا اعترافات ناس كدابين. تعال يا دكتور، هو هنا. فين بيت الشركة اللي معاكم؟ احنا ملناش شركة. احنا الاثنين بس. فتحي فين؟ هو رشوان. دول انت يا دكتور، هو اتكلم. فتحي سافر عند امه في المنوفية، ورشوان هرب على اسكندرية. التصوير ده لازم يتعاد من تاني، قصدي التحقيق لازم يتعاد من تاني. أسامي الاتنين التانيين إيه بالكامل يا حسن؟ في الحقيقة أنا كسرت أسألهم أصلي في الحلم. أوصافهم إيه يا حسن؟ كانوا واقفين في الضلمة. السلام عليكم. التحقيق في حريق المصنع، تاني مرة. سلم لي على كل الاخوه اللي عندكم وحياتك، ها؟ وسلم لي على سياده اللواء كتير، مع السلامه. الف حمد لله بالسلامه ابو علي. ايه الاخبار؟ اخبار زي الزفت على دماغك، كله من تحت راسك. ليه ليه كف الله الشر؟ القهوه بتاعتك ما بقتش امان يا معلم. إيه؟ كل كلمه بتتقال جوه القهوه بتوصل لهم، حتى كركره الجوزه والبواري. القهوه بتاعتك مترشقه ميكروفونات. ميكروفونات؟ ايوه ميكروفونات، ميكروفونات سريه كمان. خبر اشوح، ده على كده بقى اسرارنا كلها بره ومفضوحين. ميكروفونات، ميكروفونات سريه. يلا يا اخوان، هو يلا يلا شطبنا. يلا حبيبي شطبنا، يلا تشطيب، هات مربى. هيكون عمل ايه؟ هيكون عمل ايه؟ ما طول عمره خايب وانت خير منه، بدل ما يقعد معاك في المحل هنا يروح يلبس مع الحكومه بره. انت مالك انت يا حشري؟ هو انت حاشر نفسك بكل حاجه؟ والله انت راجل فاشل يا اخي. انت راجل غبي. انا غبي؟ والله انت ضرور يا اخي، ده انت راسخ. الله الله الله. بالليل 10:30 بالظبط. ابيض. ايه يا فندم؟ زي الفل. لسه حسن بهلول شايل سيادتك؟ اتكل على الله واروح انا. مع السلامه يا حسن. انا عايزك تشوف لي واحد من المشايخ علشان نستشيره في حكايه الحلم ده. خلاص امرك. وعايزك تراقب حسن بهلول بنفسك. اعتبر المهمه اتنفذت يا فندم.
اتقربت للبنت مش هجوزك ويعوضني خير ربنا في الشبكه. كاتب ثمنها عندكم؟ اه انا قلت كده. طب وايه اللي رجعك يا ضناير؟ ايه عملت حسبتك من اول وجديد؟ لقيت ليك باقي جاي تاكل بيك؟ جرى ايه يا ماما؟ لا ما هو لازم نعرف راسنا فين ورجلينا فين. ما باينه زي الشمس. الراس تحت والرجلين فوق. اتجوز ازاي وانا من غير شغل ومن غير بيت؟ مش وقته مش وقته يا ماما. اسكت انت عمرك يا ضنايا ما هتلاقي وظيفه بسبب السابقه اللي عندك. ما فيش قدامك الا التجاره. حسن عمر ما حب التجاره. وفريدي حبيت التجاره. اتاجر ازاي وانا من غير راس مال؟ ولا اقف في الشارع اقول انا تاجر تقوم الناس تيجي مداني فلوس على طول. ده ايه يا ابني؟ في ايه؟ هو انت يعني لازم تبتدي كبير؟ طيب خلاص انا اسرح بنفترين بالي في الترميات. انا اقول لك انا بيع مناديل ورق في اشارات المرور. طب اصبر انت ليك عندي مشروع. وفري مشاريعك دي ليك انا ماليش فيها. اه تلامي انت الحلاقين كلها فيك يا ابن بهناتي. اوه هتقول لي بهناسي والحلاقين مالهم الحلاقين؟ اكل اكل ولا امشي؟ لا ما تمشيش يا حسن ماما. اكل ولا امشي انا؟ انا ما امشي بقى. شوف يا اخ معتصم. ايوه يا سياده اللواء. قصدي يا سيدنا الشيخ. الفرق بين الحلم والرؤيه، الرؤى من الله سبحانه وتعالى يختص بها الانبياء وعباد الصالحين، اما الحلم فهو من فعل الشيطان الرجيم. افهم من كده ان الرؤيه ممكن تتحقق؟ طبعا فهي من الله سبحانه وتعالى. طب والحلم؟ لا يتحقق فانه من فعل الشيطان الرجيم. شكرا يا مولانا. الشكر لله. شفت؟ أظن اللي عمله حسن بهلول في مكتبي لا يمكن يكون وثيق الصلة بالله، ولا يمكن يكون الحلم بتاعه رؤية مباركة. هو عمل إيه بالظبط؟ ارتكب فعل شيطان يا مولانا. هنكسب يعني هنكسب. خلي قلبك جامد. ما تخافش ازاي واحنا ورانا مخبر. مخبر فين؟ اتحرك على طول. يا مخبر ازرق ده تعب يا عيني. انا عايز اعرف بقى زومها ايه قله الادب دي؟ طب ده راجل زملكاوي ايه اللي معادهم درجات الاهلاويه وريد قاعد في حاله عامل ايه الادب وعلى النادي الاهلي كمان؟ ليه يا كابتن كده يا كابتن؟ ليه التعصب ده؟ ما تخلي قلبك قبض زي الفلانه بتاعتكم ولا ايه يا كابتن؟ قوم الهنا بتقول ايه يا علي؟ المصنع اتحرق واللي كان يبقى كان لزومه ايه اللي احنا عملناه ده؟ معلش المره دي خابت المره جايه الصيف ولسه في مره ثانيه؟ مش ورانا حاجه؟ يلا بينا. لا تعين الراجل. ايه الصدف السعيدة دي؟ هو انتوا تركبوا الترماية زينا برضو؟ تذاكر يا أستاذ بوليس. تذاكر يا محترم. بقالك ساعة ونص بتلف في الترميات، يا ترى ليه يا حسن؟ أهو بتسلى وريش حال فاضي والفاضي يركب الترماية. هنا متراقب ولا حاجة؟ طبعا طبعا. ليه؟ انتوا مش مسكتوا اللي حرقوا المصنع؟ ايوه مسكناهم. هما حرقوا المصنع ليه؟ الجرايد بتقول الحكاية دي ملهاش علاقة بالسياسة. حرقوه عشان يتعطل على الإنتاج فترة، يكون واحد مستورد وزع المخزون اللي عنده من البلاستيك المستورد. طب أنا ليه علاقة بالموضوع ده؟ المستورد ده طلع قريب ولا حاجة؟ أبدا ولا ليك بأي علاقة. أمال سيادتك بتركب الترماية ورايا ليه؟ أنا مواطن حر من حقي ان انا اركب الترماي. الدستور يكفل لذلك وكذلك القانون. القانون يعطيني الحريه. اسمع اسمع، انت قبل ما تتكلم على القانون لازم تعرف ان في حاجه اسمها قانون طوارئ، واحنا بنستخدمه في الحالات اللي زي دي. سيادتك عايز مني ايه بالظبط؟ مساء الخير.
مساء الخير يا حبيبي. اسمع حسن، احنا اذا كنا هنصدق في الاحلام في قضايا امن الدوله يبقى مش بعيد ابدا نفتح المندل ونجيب واحده تقرا الفنجان. مساء الخير. مساء الخير يا استاذ. دي قضيه امن دوله يا حسن، يعني قضيه كبيره قوي. انت ليه مش عايز تقول الحقيقه؟ الحقيقه انه حلم. الحقيقه انه حلم. حلم. سلام كبير قوي لحضر الضابط. سلام كبير قوي لاحلام. حسن، ميكروفونات سريه يا حسن تخليني اجيب القهوه عليها وطيئه. عاوز تخرب بيتها يا حسن. امن الدوله معتصم بالالفي. انا حسن بهلول. كيف الاحوال يا سعاده الباشا؟ ربنا يخليك. بقول لسعادتك انا حلمت لك حلم صغير كده. هو صغير بس حلو. حلو ومستعجل. لا يا فندم ما ينفعش اجي عند حضرتك، مفيش وقت. يا ريت تتقابل بره. فين يا فندم؟ طب يا سعادة الباشا. طب يا فندم، مع السلامة. قلت حاجة؟ لا يا اخويا ما قلتش حاجة. انت قلت حاجة؟ انا يا طلاب ما قلت حاجة. اتأخرت ليه يا بيه؟ معلش يا حسن. هو انتوا كمان عندكم معلش؟ مش قلت لك ان الحلم مستعجل؟ اطلع بيه. اطلع لفين؟ المقطم. مش هتقول لي ايه الحكايه؟ السكه اعترف كل حاجه. تسعتاشر شارع المرجان، الساعة تلاتة تلاتة ونص هتحصل هناك مصيبة سودة. ايه هي؟ معرفش، ما كانش باين في الحلم. والمصيبة دي بقى ليها علاقة بأمن الدولة يا حسن؟ هي المصيبة ليها علاقة بأمن الدولة وأمن المواني؟ اي مصيبه مهما كانت بتاثر على الدوله كلها. عندك اي معلومات تانية عن المصيبه دي؟ وما كانش باين في الحلم غير الميعاد والعنوان والاشاره يا منى سلامه الكلب، لانه من سلاله نادره. شارع شكله مش بتاع مصايب ابدا. الحمد لله حلمك طلع في شنك. نشفت ريق، الله ينشف ريقك. تعال نشرب حاجه ساقعه. اتنين حاجه ساقعه من فضلك. حاضر يا فندم. صل على النبي. ايه
المسدس ده ميري ولا ملكي؟ انت هتهزر مع الحكومة حضرتك ولا ايه؟ يا سيدي مفيش مانع الحكومة تهزر مع بعضيها. انت تبع ايه؟ ومين حضرتك بقى علشان تسألني؟ انت تغرس خالص، تغرس! انت بتكلم عن دولة؟ رقيب اول مدبول يا عبد العال، رقيب اول مدبول يا عبد العال يا فندم من الحراسات الخاصة. وانت بتعمل ايه هنا يا مدبول؟ حراسة يا فندم على احد اللاجئين السياسيين القاطنين في العمارة 19 الدور الرابع شقة 12. ممكن تديني المسدس بتاعك؟ لا يا فندم، سعادتك عارف ان دي عودة شخصية ولا يمكن افرط فيها لأي حد. الله، هو انت ما معكش سلاح؟ وحشيل سلاح ليه؟ انت مش جايبني هنا عشان تحكي لي حلم؟ يا نهار ازرق، اديله السلاح، ده في مصيبة صدى هتحصل. انتوا شكلكم مريب والامر ما يسلمش. بس هقول لك ايه؟ مش كده يا راجل؟ البوزة مقض. المسدس! المسدس! حق السائع! اوعى يا احنا. اللاجئ السياسي، العيال الصغيرين، الواقع أجهزة الأمن كانت بترصد تحركات المجرمين من شهور عديدة، وحسب تعليمات السيد الوزير والسادة مساعد الوزير كنا بنتتبع خطواتهم أول بأول، كنا حاطينهم تحت عينينا، بس هما ما كانوش داريين ولا عارفين. حبينا نقبض عليهم متلبسين علشان ما حدش يقول إن احنا بنلفق قضايا، والحمد لله العملية خشب يا حلم. خشب يا حلم، مش مهم. السيوطي، حكاية الولد اللي بيحلم ده مش داخلة دماغي أبدا، ومعتصم انت عارف اسلوبه، ايه رايك لو تجرب انت؟ سيادتك انا كنت مستني التكليف ده من بدري يا فندم.
مباحث ولا نيابه ولا انتوا بتوع الكهرباء؟ كلك نظر. انت مش صاحي من النوم؟ ما شفتناش في الحلم ولا ايه؟ We received the following excerpt describing the great event. This year, the show is expected to... بتوزع المنشورات دي في شارع قصر النيل. أنا كنت بوزع المنشورات دي. وعندنا كمان 10 شهود سلمتهم المنشورات دي. أمال فين المقدم معتصم الألفي؟ الألفي خلاص ما عدلوش دعوة بيك. أنت دلوقتي تبعي من اختصاصي. قضيتي. عرفت إزاي بتفاصيل اغتيال اللاجئ السياسي؟ كان حلم. كان ايه؟ كان حلم. كان حلم. ما كانش حلم. كويس. كان ايه؟ كان كابوس. كابوس. في حاجة يا معتصم؟ أنا آسف يا فندم، بس إذا كان أسلوب شغلي مش عاجب حضرتك، ممكن تعفيني من المهمة دي؟ إنما إن المصدر بتاعي يتعرض للسخافات بتاعة الأسيوطي، اللي عمرها ما جابت أي نتيجة، ده شيء لا يمكن أقبله أبداً. وعرفت إزاي يا معتصم؟ يا سيادة اللواء، حضرتك عارف كويس إن إحنا جوه لعبة، عارفين قواعدها. وقبلنا بيها، فمفيش قدامنا غير الصراحة. حسن بهلول ده قضيتي أنا. طيب اقعد يا معتصم. ولغاية إمتى هتسمح له يلعب بيك ويهرب بالحقيقة منك؟ حسن ما بيهربش بالحقيقة، حسن بيعمل اللي في دماغه هو، مش اللي في دماغنا إحنا. أنا كان كل همي إنقاذ اللاجئ السياسي، لكن حسن كان كل همه إنقاذ الطفلين. هو ده الفرق اللي بيننا وبينه. إحنا بنشوف شغلنا، لكن هو بيشوف اللي هو شايفه صح. إحنا ليه مش عايزين نطول بالنا عليه؟ دي طريقة الأسيوطي، وصدقني في حالات كتير قوي بتجيب نتيجة. يعني حضرتك كنت عارف؟ صدقني اللي حصل لك ده حصل من ورا ظهري. أنا لو كنت فشلت معاك كان واحد غيري استلمك واستعمل القسوة معاك زي ما حصل لك بالظبط. إيه رأيك يا حسن بدل عادتك دي ما تيجي تشتغل معانا؟ مرشد يعني؟ حاجة زي كده. سيادة المقدم، أنا عين البلد مش عين الحكومة. بس حضرتك بتعرف تنشن كويس. أصلها كانت هواية قبل ما تكون مهنة. أنا كمان بعرف أنشن كويس. كنت بلعب زمان في مدة رفاعي لعبة النشال. سبت مرة علب السجاير شربتها كلها مرة واحدة. ممكن أجرب؟
ممكن تجرب. خد بالك ها عشان الريكويل قصدي الرده. هضرب على طول. مسدس جامد اهو. شد ايدك جامد. ازيك يا معتصم؟ اهلا يا اسيوطي. ولا لا؟ طبعا هتجوز. يبقى الاسبوع ده. يبقى مش هتجوز. يبقى تتفضل تروحني زي ما جبتني هنا. عادي طيب عادي زي ما كنت بتتكلمي جد. عارف سني كام سنه وعارف سنك كام سنه؟ هنستنى ايه اكتر من كده؟ لما نقعد قدام التلفزيون ونفرد على ركبنا بطانيه من البرد. هو ما حدش بيقدر يتجوز الا هو قادر على مصاريف البيت. امي دبرت لك كل حاجه. وانا هبقى الصبي بتاع امك. ما تصبري اكتر من ده صبر. وبعدين انا مستعد اصبر لغايه وقت متحدد ومعلوم. كل سنه تقول لي السنه الجايه السنه الجايه وتيجي السنه الجايه اقلع من اللي قبلها وحتى تتقل اكتر من اللي فاتت. الله الله جراها النو. بس انا عايز اقول لك على حاجه. انا ما اقدرش اتجوز حبيبتي وانا مش قادر افتح بيت. ايوه كده اظهر وبان على حقيقتك. عايز تخلع سنه سنه. ما هو خلاص ما انت اكلت وشربت وحضنت وبوست وكل. الله 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 ده كلام يتقال برضو؟ في ناس قاعده جرالك ايه؟ لا ده انا لحمي مر والهدوء لازم. ماله بهناس؟ عشان ابويا حلاق. ها؟ ابويا حلاق؟ ضحكت عليا سبع سنين. كان زماني متجوزه ومخلفه. كل واحد منهم يروح المدرسه. دي مظهر واحد عيلها. يا لهوي انت قالك روح الاحداث يا بنت الكلب. ضيعت مستقبلي. مستقبلك دي مظهر واحد عندها مستقبل يا بنت الكلب. ضيعت مستقبلي. انت اللي غلطانه وتستاهل اترقبتي كمان. ده شكله باين عليه نصاب. يا مالك يا وليه ما تخليكي في حالك. مالكش دعوه بيها يا الهان. ما قالكش حاجه غلط. انت قليل ادب. انا مش هتكلم معاك. انا هتكلم مع والدك. قوم يا بنت. ما تسيبها يا اخينا. انت عامل لي فتوح. انت مالك؟ واحد وخطيبته. خطيبتك ده ايه بعد ما بهدلتني؟ انت ما حدش مال عينك ولا ايه؟ اوعى حد يمد ايده. انا العقيد عبد الرازق حلمي محمود. قدامي قدامي. أنا الحارس الأمين بين يدي مولاه. أنا الحارس الأمين بين يدي مولاه. ساهرا علي. ساهرا علي. قريبا من. قريبا من. ثانيا. ثانيا في ذاته. حتى لقد أطفى. حتى لقد أطفى على وجهي. سماته. سماته وقسماته. أنا صاحب فرعون. أنا صاحب فرعون. بل إني. بل إني أنا فرعون. عبدني الناس. عبدني الناس منذ فجر الظهور. واختلفت أسمائي باختلاف العصور. مالك حسن؟ أنا حسن بهنسي بهلول. أنا المسكين في هذا الزمان. أنا المحاط بالأوهام. أنا الذي إذا جاع نام. أنا المخدوع بالكلام. أنا السرقت يا علي. السرقت يا علي. السرقت. سرقنا بكل الأشكال يا حسن. كويس ان ابو الهول والاهرام لسه ما سرقوش. عشان دي حجاره يا حسن. هو لازم كل حاجه بلدنا تبقى حجاره عشان ما تسرقش يا علي؟ حتى الحب والروح الحلوه سرقوا علي واخرتها علي.
اخرتها يا علي. هل الحضارات الا واحات في صحراء الجهال؟ يا عجبا، وهل كان بناتها الا بشرا مثلنا؟ جعلوا من هذه السروح الشماء قبورا لتخلد اسماؤهم على مر القرون ويقهر مجدهم عاديات السنين. وعندك وقت حاجة ساعة قوي لحضرة ضابط المباحث اللي مشرفنا ومنور القهوة. مرحب، القهوة بوجودك كافيتيريا يا سعادة الباشا. وده ايه ده؟ تحية من المعلم. وهي تحية المعلم لازم تبقى الحجم العائلي. كل واحد ومقامه يا باشا، المخبرين ليهم الإزازة الصغيرة. ده بس من لطفك يا معلم. الزبون اللي حضرتك قصده خلاص طردناه من القهوة. الزبون اللي يجيب المباحث في رجليه ما يلزمناش. والواد ده لاقيه فين دلوقتي يا معلم؟ انا صحيح احب الحكومه لكن احب حسن اكتر، عشان كده لو عارف مكانه مش هقول لك. مين ده مجدول؟ مجدول ايه يا معقولة تبقى ضابط وتتغرب في الطاولة؟ ايه ده حاجة بقى ناسي ده؟ أنا قلت أنت جايب واحدة ست تسليك وتلعب معاك طاولة، حتى دخلت السحب خايف لأحرجك، خليك بتلعب مع الباشا. في الحقيقة القعدة مع السيد الوالد مسلية قوي، بس أنا ما أعرفش حاجة عنك خالص. تأخرت كده ليه يا حازم؟ أهو شوية كده. نجيب عشاء؟ ما تيجي نتعشى برا. لا أنا الحقيقة اتعشيت. طب نتمشى. طيب بس بشرط اعرف حبات عندكم ولا حبات هنا. مش عشاني انا عندي، ما تفرقش، عشان بس الحاج ما يقلقش. لا ما تقلقش، حبات هنا يا حسن. يبقى نتمشى. تعرف يا حسن انا من عشاق القاهره بالليل. انا من عشاقها بالليل وبالنهار وفي اي وقت. ايه رايك يا حسن؟ انا كنت عايزك انت اللي تسالني. اسالك ايه؟ اي حاجه تعجبك. يعني مثلا انت مالك ومالي يا اخينا؟ عايز مني ايه بالظبط؟ اه صحيح، انت مالك ومالي يا اخينا؟ عايز مني ايه بالظبط؟ انا خايف عليك يا حسن. حسن انت عندك مصدر المعلومات، ايه هو ومين هو انا معرفش، وانت خايف على مصدرك ده مننا. ماشي، بس احنا على الاقل عندنا التحكيم، عندنا سين وجيم، وبعدين بنحاول على النيابه والنيابه بتحاول على المحاكم. عمرك ما خفت على مصدرك ده من الناس اللي انتم مراقبينهم؟ محدش يقدر يوصل لنا. تبقى اهبه، انت ممكن تعرف امكانيات البوليس بالظبط، لكن مش ممكن تعرف امكانيات المجرمين دول ولا مين معاهم ولا هم مين بالظبط. لا انا بطل احلى من نفسي، احلى من حلم واكتمه. اسمع حسن، زي ما بحترم تفكيرك احترم تفكيري. هترجع تقول لي حلم تاني؟ عيب. ما اقدرش. اسمع يا حسن، معرفه المصدر مساله مهمه جدا في اقامه الدليل. يعني ما اقدرش اكتب في التحريات بتاعتي اني عرفت ده بناء على حلم واحد صاحبي. النيابه تضحك علينا. المصدر بتاعي ما ينفعش دليل في اي قضيه، يبقى دليل براءة مش دليل إدانة. قصدك إيه يعني؟ يعني اللي سمعته أنا المصدر بتاعي بوظ أي قضية. هي دي المصيبة، هي دي المصيبة. في حالات كتير قوي بيكون الالتزام بالقانون في صالح المجرم. كم جريمة رشوة خدت براءة الخطأ في الإجراءات؟ قول له. كم قضية مخدرات خدت براءة عشان هفوة بسيطة في محضر الضبط؟ وكام 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 وكام؟ قول له عم طلعت، قول له. سيادة المقدم، على المصدر بتاعي يمكن يكون مفيد ليك ولا للمحكمة؟
انا المصدر بتاعي حل، يبقى ده اسمع نصيحتي. اسمع. ما اسمعش ليه؟ لعبتك انت والمصدر بتاعك ملهاش اي لازمه، اعتبرها تسالي. تسالي. محدش يدخل قفص الاسود ويقول العب معاهم شويه، معنى كده ان انا ارضى بالامر الواقع. لا، ارضى بقانون السلبيات وفكر اذا كان مصدرها غير قانوني احنا ممكن نشوف الشكل القانوني عشان تبقى الحكايه صح. اسال رجال القانون كيف نجعل من الحلم سند قانوني يقبل امام المحاكم ولا يخالف نص الدستور. شاسي حسن. مين الواد ابو مرسيدس ده؟ ده عدم المؤاخذه اللي حل محلك يا سي حسن. شوفك ضروري. ها؟ في نفس السينما حاسب لك تذكره على الباب باسم صبحي الافندي. اه حفله ست. اسمع حسن، خلي بالك اوعى حد يكون مراقبك. فضلك في تذكره باسم صبحي الافندي. هنا مالها يا استاذ؟ نعم. المدام. مدام مين؟ المدام بتاعتي.
مالها المدام بتاعتك؟ انت قاعد عليها. قاعد على مين؟ هي تحت منك. مين اللي تحت مني دي؟ المدام بتاعتي. المدام بتاعتك تحت منك ازاي يا شتايم؟ المدام مرات الراجل يا حسن. مالها؟ قاعده تحت منك. تحت مني مين؟ على الكرسي اللي انت قاعد عليها يا حسن. الراجل انت اشكال شتايم. المدام قطعت النفس خالص يا استاذ. انت فتحها يا مدام. مين ده؟ ده فيلم رعب يا حسن. اه. ايه الموضوع؟ حكمنا عيلة ب 60 نيلة. ايه؟ مصيبة. حلمت خير اللهم اجعله خير، زي ما اكون انا واقف وسعايا، وسعايا كبيره. الوسعايا دي بينزل فيها طيور، طيور ضخمه. فاكر الرخ؟ الرخ بتاع زمان. المطار. بعدين معاك يا حسن؟ لا لا لا، مش هو ده. ده واحد مكتوب على ظهره ممنوع اللمس. أي حد يجي ناحيته يتلسوع. اه، حصانة. الحقني. حلمك ده ولا ليه اي لازمه. اولا ده من اختصاص اداره المخدرات، ثانيا احنا ما نقدرش نقبض على اي مواطن عادي بدون اذن من النيابه، فما بالك لو كان عنده حصانه. الله، يعني الهروين ده هيخش البلد حتى لو مسكناه؟ مفيش اي قضيه. وانت همك تعمل قضيه ولا همك تمنع خطر؟ الاثنين. واذا الظروف ما سمحتش الا بواحده بس. تبقى واحده. مستني سيادتك. يلا. تعرف معاد الطيارة ورقم الرحلة وشركة الطيران اللي معرفوش اسم الراجل ابو حصان؟ شوف يا حسن، عشان الموضوع ده يبقى من اختصاصنا، قبل وصول الطيارة بساعتين تطلبنا بالتليفون تقول ان في واحد من الركاب معاه شنطة مليانة قنابل شديدة الانفجار. حسن. احنا عملنا التحريات المطلوبة حسب تعليماتكم، والطيارة عليها اربع ركاب عندهم حصانة، اثنين من هيئة الامم المتحدة وعضو مجلس شعب وسفير دولة صديقة جدا. موقف حساس جدا. يعني تحصل ازمة دبلوماسية ولا نسيب القنابل تخش وموت فيها ابرياء؟ عموما الخارجية هتبقى تصلح ورانا. أولا أحب أقول لكم الحمد لله على السلامة، وأقدم لكم نفسي، مقدم معتصم الألفي من مباحث أمن الدولة. إحنا عندنا مشكلة بسيطة ولازم نحلها بسرعة. في معلومات شبه مؤكدة بأن في كمية متفجرات على شنطة الطيارة. طبعا حضراتكم فوق كل الشبهات،
ده غير احترامنا للسيادة الخاصة والحصانة بكل أنواعها. لكن انتوا كمان يهمكم سلامة البلد اللي انتوا على أرضها دلوقتي، علشان كده أنا هطلب منكم تفتيش الشنط. هذا والله مو معقول، بتصير أزمة في العلاقات بسبب هذه التصرفات الغير مسؤولة. يا سيادة السفير، احنا هدفنا سلامتكم الشخصية وبرضه سلامة البلد. والحصانة الدبلوماسية ايش قولك فيها؟ ليش عملوها؟ هذا والله كلام ستكون له نتائج مؤسفة. يا سيادة السفير، احنا احترمنا كامل الحصانة. وين الاحترام هذا اللي بتحكي عنه؟ الاحترام بالفعل لا بالقول. هل تتحمل نتائج تصرفك هذا؟ ايوه يا سيادة السفير. بتصير أزمة بين البلدين، وجائز العلاقات تتوتر، وحكومتي تسحبني، ومن الجائز تقطع العلاقات. يا سيادة السفير، ممكن تسمعني لحظة واحدة؟ ايش بتريد؟ يا سيادة السفير، سيادتك فوق كل الشبهات، لكن موافقتك على التفتيش هتساعدنا في ان احنا نحرج الثلاثة التانيين اللي احنا اصلا بنشك فيهم، وبشكل ده تبقى تعاونت معانا. معقول، معقول جدا. ولكن اذا اصفر التفتيش عن لا شيء، ايش قولك في هالحالة؟ سيادتك حاجيلك اعتذار رسمي من الداخلية. من الخارجية؟ مال الداخلية والدبلوماسية. حاضر، حيجيلك اعتذار رسمي من الخارجية. بتريد مراجعة الحقائب؟ اتفضل، ما في مشاكل. شكرا يا فندم، ممكن تزبني على المكتب؟ شكرا. جنتلمان، would you please join me to the office؟ سيادة النائب، اتفضل. وانا برضه جوين يو. على الأقل من باب المساواة. الشنط بتاعتي كلها تحت أمركم. إذا كانوا نزلوها من على السير فتشوها زي ما انتوا عايزين، احنا كلنا في ده البلد. والشنطة دي كمان. يا حضرة الضابط، ما تنساش انني مصري. والمصري لازم يكون عليه واجب المبادرة الأولى. ده علاوة على إن بها أوراق هامة. محدش هيقرا كلمة. إذا أنا متمسك بالحصانة بتاعتي. يا سيادة النائب، أعتقد مش ممكن نتناقش هنا. حضرتك ممكن تقدم استجواب لوزير الداخلية، لكن احنا لازم نشوف شغلنا. هاتوه. اتفضل. اتفضل. ده يطلع ايه ده بقى يا سيادة النائب؟ الحمد لله، انتوا بتدوروا على متفجرات ودي مش متفجرات. يعني ده مش بارود يا سيادة النائب؟ لا، البارود لونه اسود ودي لونه ابيض. ومن ده يطلع ايه بقى؟ ده سحلب. سحلب؟ ايوه سحلب. المعمل الجنائي هو اللي هيحدد اذا كان سحلب ولا كاكاو. لما نشوف بقى اخواننا في اداره المخدرات هيعملوا معاك ايه. عموما دي مش قضية أمن دولة، دي وقعت في ايدينا بصدفة. صدفة؟ سحلب. سحلب؟ لسه برضه بنغلط. ما كانش صح انه ينجح على قوائم الأغلبية، كان لازم ينجح على قوائم المعارضة، عشان لما تحصل مصيبة زي اللي حصلت له نقول ده من تدبير الحكومة. المهم ان هو في موقف صعب جدا. ويعني احنا اللي مش في موقف صعب؟ ما اعتقدش انه هيتكلم. انا عارف انه مش هيتكلم ولا يقدر يتكلم، لكن مين أدراك زي ما وصلوله ما يكونوش عارفوا سكتنا احنا كمان. حاجة واحدة بس اللي تهمني، ضابط أمن الدولة اللي جاب القضية دي ورتب لها، مين المصدر بتاعه؟ مين دله على السكة؟ ده اللي لازم نعرفه وبسرعة. محضر معتصم الألف من فضلك. حضرتك اسمك ايه؟ حسن بهلول. حسن بعناسي بهلول. اهلا اهلا يا ابو علي. اهلا يا بطل. اهلا اهلا. ابو علي بقى احسن واحد يحلم في مصر. ازيك يا ابو علي؟ اهلا وسهلا. تسمع ايه بقى؟ انت ضيفنا النهارده. نشرب شربات بقى ها؟ ولا هي قهوه بس اللي عندكم؟ لا، في شربات. مين يا سيدي؟ احنا يهمنا الاسم والعنوان، مش عاوزين حاجه اكتر من كده. واحد بيحلم اسمه حسن بهلول؟ شكرا، مش مطلوب اكتر من كده. احنا بقى نشوف بيحلم ازاي. زيحة حلوة، احنا نشرب اي حاجة، نديها تاني كمان ازازة. كفاية وعي، احنا تقلنا العيار. بس حلو، انا حاسس ان حلو. شفت بقى تصريف اخوك؟ ده انا بحبك، ده انت اخويا. انا كده اخر تمكمك.
وانت برضه ما انت اخويا. مين بيحب اخوه؟ انا. مين بيحمى اخوه؟ انت. مين ينعل ابوه؟ انا. غلط. ايه؟ هم. مفيش عرسان جداد؟ شوف يا سيدي، عندك مهمة مستعجلة جدا. الواد اسمه حسن بهلول، وده في حرب بولاق، وهو عواطلي. الحارة اسمها هي دي، كمان محتاجة ورقة وقلم. اداني بقى يا سيدي مهندس تليفونات في سنترال رمسيس، كان بيتسلط على التليفونات ويحكي لصاحبه، وهو عنده وردية دلوقتي في السنترال، جايز يكون بيسمعنا فعلا. لكن ايه المشكلة؟ اذا كان عنده وقت يسمع فلازم ما يكونش عنده وقت عشان يتصرف او يبلغ. تصبح على خير. عارفك يا سعاده البيت. روح لحسن قول له علي الزهار بيقول لك ان احنا في خطر. بلاش تقفل السكه، روح بلغه انا مستني على الخط بسرعه. حمامه. ايوه انا حسن. حسن، عرفوا طريقه وطريقك يا حسن، جايين يقتلوني ويقتلوك. ما اقدرش ابلغ البوليس. اسمع اللي بقولك عليه، البوليس هيقدمك المحاكمة لكن مش هيقتلك. هتسجن حتى لو استجنت يا علي. السجن ولا الموت. هترفض يا علي؟ حتى لو اترفضت ما انتش هتموت من الجوع. مفيش حد في بلدنا بيموت من الجوع يا عبيط. طب اهرب، استخبى في اي حتة عندك لغاية ما اتصرف. علي، خلي بالك من نفسك يا علي. ايوه. المقدم معتصم الالفي من فضلك. مش موجود عندك يبقى موجود في حته تانيه. اديني النمره اللي هو فيها يا سيدي. اديني نمرته في البيت ارجوك، وحياتك دي مساله حياه وموت. موت
قلتش ليه يا اخي؟ خفت على الوظيفه ولا ما لحقتش تهرب؟ الناس دي جهزها قوي يا اخي، جهزها قوي. الله يرحمك يا علي، الله يرحمك. ده احنا صغيرين قوي يا اخي وغلابة قوي. استريح يا علي، استريح. الحلم اللي انا ما حلمتوش. انا احلى